يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم طلبتنا الاعزاء، طلبة الصف السادس الاعدادي واكيد بفرعيه العلمي والادبي. اوكي، انا طلابنا راح نبدا وياكم مراجعه ماده اللغه الانجليزيه، طبعا الوحدات المشموله بالوزاري. اوكي، راح تكون كل وحده على حده، مثلا الوحده الاولى تشمل بها القواعد، الاسقاطات، الاملاءات والادب، وايضا عندنا الماتش. اوكي، راح ناخذها كلها ان شاء الله بالتفصيل. اوكي، راح نبدي هسه وياكم، طبعا هذا عندنا بكتاب الطالب، هذا هنا حكي الصور، واكيد طالب السادس يدرب هذا، بما انها مراجعه راح نعوف هذا ونجي نبلش باسقاطاتها الموجوده. هذا الموضوع على اسقاطات. اولا اسقاط، شنو الاسقاطات؟ كلمات، هي تعاريف كلمات نجيبها من فوق ننزلها على ما يناسبها بالجمله. اوكي، اول واحده بليدنج، ينزف. بليدنج معناها ينزف. اوكي، سوولن، متقرح، متورم. هارتس، يؤذي. فراكتشرد، متمزق او مكسور. تمبريتشر، درجات الحراره. سوولن، يبتلع. بينكولرز، مسكن الام. تويستد، التوى. اوكي، سيك طبعا مو مريض، هنا يجي يتقيأ. اوكي، سور، متقرح. سور ثروت، التهاب الحلق، يعني هاي اذا واحد بلاعيمه قال له بلاعيمه ممرمه، فهاي سور ثرو. سبريند التواء. وديزي، دوار، يشعر بدوار. دري، جاف. بيرنت، حرقه. سنيز، يعطس. ورست، معناها معصم. هاي الكلمات هسه عرفناها، راح نسقطها على كل تعريف هنا موجود. اوكي، البعض يقول ترجمتي يعني مو قويه، ما اعرف اترجم، راح نعطيك الكيوردز، المفاتيح اللي ممكن تدلك على هذا الجمله او هذا الاختيار الصح، اقصد التعريف الصح. نمبر 1، اي هاد فيري باد كولد. باد كولد معناتها نزلت برد. I can't stop sneezing. فمن أشوف bad cold، cold هاي كلمة cold، وأشوف sneeze هنا بالاختيارات أجيبها وأنزل. Okay. I have got bad rest. Bad rest، rest اللي هو المعصم، معصمي، مصاب. Okay. I sprained. Sprained التوى. It lifting weight. فمن أشوف rest والقيت سبريند هنا بالاختيارات اجيبها وانزلها. My tooth is bleeding. شنو اخذنا لها؟ bleeding. اوكي، My tooth، اوكي، is bleeding. I cut هنا معناتها جرح. من اشوف جرح، وهنا اصبع قدمي bleeding، ينزف. ليش؟ I cut on a piece of glasses، جرحته قطعة من الجلاس، من الزجاج. 4، I have got a pain in my knee. اوكي، pain معناته ألم. وين؟ in my knee، من أشوف knee I have، وهنا جاني الفراغ، أقول I have got a pain، عندي ألم in my knee. أو ممكن يعطيني هاي الجملة كاملة ويعطيني الفراغ هنا. It is really swollen. سوولن، متقرحة، يعني هيك مزلغة بتعبيرنا الدارج. هذا إذا واحد يطيح بالطوبة تتزلغ رجله نقوله سوولن. 5، I have got a broken leg. Broken leg، ساق مكسورة. اسم الله عليكم، ساقي مكسورة. اوكي، I fractured كسرت. In motor bike، فمن أشوف broken leg، اوكي، شوف موتور بايك اكيد اخذ له فراكتشرد، يقول انكسرت موتور بايك اكسيدنت، بحادث دراجه. 6، اي هاف تمبريتشر درجات حراره، من اشوف هذا الرقم اخذ له تمبريتشر. اي هاف تمبريتشر اوف 39، درجه حراره 39. 7، اي هاف جوت تيربل هيديك. تيربل هيديك بمعنى صداع، هذه ترجمتها موجودة هنا.
بمعنى صداع، لدي صداع فظيع. Terrible headache، صداع فظيع. Can I have، إذا واحد بيصداع شاخذ يأخذ مهدئ، painkillers مهدئ أو مسكن. ثمانية، I burnt، burnt معناته أحرق. My finger، أصابعي، in oven، من أشوف oven وأشوف هاي burnt هنا فوق أكيد أجيبها. الأوفن هو يحرق، ما يكسر، يحرق. تسعة، my shoulder، كتفي، hurts، يؤلمني. I did it playing tennis، I did it playing tennis، من أشوف هذه الكلمة my shoulder وأشوف heart موجودة فوق وأقول أو ألقى I did it playing tennis، عورته أو أذيته بلعبة التنس، راح أخليه heart. So عشرة، I feel dizzy، dizzy أشعر بدوار. Okay، I need to lie down، lie down معناته أستلقي. بتشوف I feel تخلي لها dizzy، I feel dizzy، أشعر بدوار. 11، I twisted، twisted التوى، my ankle، كاحلي، playing football، التوى كاحلي أو انثنى كاحلي بلعبة كرة القدم. 12، I need this bucket، bucket اللي هو الدلو يعني السطل، بس احنا ليش نقول دلو؟ سطل، معجنة، أي شيء. ليش تريده؟ because، بسبب. I think I'm going to be sick، من أشوف باكيت هذا وأشوف سك فوق هنا أجيبها وأنزله، أنا أريد السطل حتى أتقيأ. My lips، lips شنو اللبس؟ شفايف. Really dry، إذا أجتني هذا الفراغ أخلي بي دري أكيد، ولازم هاي وين موجودة؟ فوق. My lips شبيها دري، جافة، and sore، ومتقرحة. هذا إذا واحد شفت طقق يسمي sore. 14، I have got sore throat، sore throat التهاب الحلقوم، يا حلقوم البلعوم، التهاب البلعوم اللي هو يقول بلاعيمه طاقه، بلاعيمه مرمه. It's hard، hurts so much، تأذيني كلش. That's can I، مرات حتى تجيني فراغ، swallow، لهذا بسبب بلاعيمه متورمه ما يقدر يبتلع. اوكي، نجي لهذا الاملاء، هذا سهل جدا وما ادري ليش الطلاب ما يجاوبون به، بسيط جدا. شنو فكرته؟ فكرته عند أعضاء بالجسم، ينطيني عضو ويقول لي الثاني شنو. مثلا قال لي أنكل، قال لي هاي من جماعة الجوينتس، مفاصل. قال لي باندج، من يا مجموعة؟ هسه راح نشوفها من يا مجموعة. فعندي هاي المجامع، أنكل وباندج سوري باندج ضماد، بلد دم، مو ينزف دم، بونس عظام، بريث يتنفس، كف يسعل، ميديسين دواء، بلاستر لاصق للجروح، بلس حبوب، شولدر كتف، كريم مرهم، ايلبو اللي هو هذا الايلبو سوري الكوع هذا العكس، فنت يغمى عليه، هارت قلب، اسم الله على قلبكم، وني ركبة، وستومك اللي هي المعدة او البطن، وسوولن يبتلع، ريست معصم، هاي السوان مية مسافة، سكين جلد، وسنيز يعطس. اوكي تمام، سوان هم موجودة، سوان عندي هاي مجاميع، من ضمنها علاجات، من ضمنها مفاصل او من ضمنها افعال. تريتمنت اللي هي علاجات، شنو العلاجات؟ الباندج واحد من العلاجات، الكريم واحد من العلاجات، ميديسين واحد من العلاجات، بلاستر واحد من العلاجات، بيلز واحد من العلاجات. اوكي، جوينتس مفاصل، انكل اللي هو الكاحل، البو والني، شولدر، ريست، هذين كلهن مفاصل. زين، الافعال، افعال بريث، كاف، فانت،
sneeze, swallow. هنا عندي inside داخل and outside the body وخارج البادي. شنو هو داخل البادي وخارج البادي؟ يعني خارج الجسم وداخل الجسم. blood الدم, bones عظام, heart skin, stomach. طبعا فقط هاي خارج الجسم. وهنا عندنا هنا joints in the leg outside the body خارج الجسم اللي هو skin, inside the body داخل الجسم blood, bones, heart, stomach. هاي تنحفظ حفظ. اوكي joints in the arm مفصل او مفاصل باليد angular wrist, elbow, shoulder. joints in the leg مفاصل بالقدم ankle, knee. two things شيئين four covering a cut يغطين الجرح. شنو انه بلاستر and bandage او bandage and بلاستر. هذا الوزاري مالتهن جاي هنا. قال انكل صار جوينتس الباندج شو تصير؟ قال تريتمنت او من يا مجموعه قال تريتمنت جوينتس ان ذا ارم مفصل باليد شولدر انسايد ذا بودي هارت جوينتس ان ذا ليج ومطيني حرف اي ان. طبعا هاي ينطيني الكلمه وينطيني انا ملزم اكتب هاي الكلمه اللي تبدا بهاي الاحرف فيصير انكل. joints in the arm وبادي ب W اقل الريست و 6 joints in the leg ومطيني حرف K اقل ني. وهذه الوزاريات عليكم الباقية تحلونها. اوكي نجي الموضوع الثاني ايضا هم اسقاطات. هذا هم اسقاطات اسقاطات مشابهة لاسقاطات اللي اخذناهن بالبداية اللي هو التمرين على صفحة 3 تمرين C. مطينا هاي الكلمات نفس اللي اخذناهن هناك ما عدا بروكن كانت ما موجوده وهسه موجوده. اوكي وديزي دوار ما موجوده هناك وهسه موجوده. نمبر 1 هاف يو جوت ا كولد. بس شفنا كلمه كولد شفنا كلمه كولد شنو ناخذ اياها؟ سنيز. كولد معناتها نزلت برد. واحد اذا نزلت برد وينشل شو يصير؟ يبقى عاطس. اثنين he was okay خلالي كلمة sick. ليش عندي three time in the night. three time يعني ثلاث مرات. ثلاث مرات شو يسوي؟ يتقيل. I think اعتقد the food at the restaurant الطعام بالمطعم where he ate wasn't very fresh بسبب الطعام الأكلة مو fresh فهو بقى سك. فيشوف كلمة فريش آخر شيء خلي لها سك. أو من ساعة كانت عندنا هناك غير إسقاط أيضا خذت سك. ثلاثة she cut her hand. cut هنا شنو معناها؟ جرحت. her hand while she chopping vegetable. بس أشوف cut مباشر أجيب لها bleeding تنزف لأن الجرح ينزف أكيد. أربعة my back. back معناته ظهري. my back هذا فاعل مفرد. my back hurts ظهري يؤلمني. all time it only feels okay when I'm lying down. خمسة she can't play tennis. ما تقدر تلعب تنس. ليش؟ she has okay broken. broken هذا past participle تصريف الثالث وراء has يجين broken. ف she can't play tennis أو she can't play tennis ما تقدر تلعب تنس. ليش؟ she has broken her right arm هي كسرت إيدها اليمنى. ستة I went swimming رحت للسباحة yesterday and my eyes عيوني are sore عيوني متقرحة. ليش؟ from the chemicals من المواد كيميائية. فأشوف swimming وعندي eyes أخذلها sore. والحمد لله هنا يجي نفسهن بس أن عندنا اسقاطات تجيني من غير مواضيع من قطع الكتاب أو من كتاب النشاط حتى. سبعة
Where exactly is the pain? Where exactly? Exactly معناتها بالضبط. وين بالضبط the pain الألم؟ الألم جاف، لا قلم رصاص، أو قصدي الألم يعني الوجع. Where exactly is the pain? وين بالضبط البين الألم؟ And how long have you had it? وش قد صار له عندك موجود؟ ثمانية. It was very hot. كان جدا حار. Hot day. And she hadn't eaten وما ماكله or drank ولا شارب anything. يعني كان جو حار وما ماكله ولا شارب أي شيء all day. طوال اليوم. شي يصير بي الواحد. Okay. That's why لهذا السبب she suddenly went play and felt dizzy. لهذا السبب شعرت بالدوار. اوكي خلصنا من اسقاطات. نجي هنا الموضوع الحلو. اوكي عندنا يا موضوع، عندنا موضوع ادوات الربط. ادوات الربط بين الماضي البسيط والماضي المستمر. عندنا ادوات وين، وعندنا and، وعندنا as، وwhile. ذن اربع ادوات نربط بيهن الماضي البسيط بالماضي المستمر. اوكي نربط بيهن الماضي البسيط بالماضي المستمر. هسه احنا نريد نعرف الماضي البسيط شنو والماضي المستمر شنو. احنا شارحينه طبعا، هسه راح نشرح هيك مختطف منه حتى لا يطول عليكم الفيديو. اوكي الماضي البسيط طبعا بالمناسبة اضافة الـ ing هاي مهمة، تجي عليها درجة بالامتحان وسهلة بسيطة، يعني حرام تفرطون بيها. اوكي الماضي البسيط حتى كون زمن الماضي البسيط، هو شنو زمن الماضي البسيط؟ شيء صار بالماضي وانتهى. اوكي زمن الماضي البسيط بأربع حالات نتعرف على الماضي البسيط بإضافة ايدي. اوكي نضيف ايدي للفعل او يكون فعل شاذ. وشنو الشاذ؟ يعني يتغير وضع. طبعا هو القاعدة إضافة إيدي، بس أكو فعل شاذة يعني شاذة عن قاعدة الإيدي، ما تأخذ الإيدي. أوكي هنا عندي إيدي أو فعل شاذ. بعد عندي الهاد بالماضي يصير هاد. بعد عندي فعل بي يكون أما was أو were. بعد عندي فعل دو يصير did. وين يصيرن ذن؟ هنا يصيرن. هاي القاعدة مالته، subject اللي هو الفاعل زائد فعل أما يكون بإيدي أو شاذ زائد object مفعول به زائد ممكن يجيني ظرف نسميه ظرف زمان. ظرف زمان يدل على الماضي، مثلا yesterday، مثلا last day، last week، last month، last year. اي اهم شيء الكلمة موجودة last او ago او السنين الماضية. for example 2005 2005. مثلا حتى تصير الجملة بالماضي اقول he played، شو نخلينا هنا؟ ايدي. he played football، جملة بسيطة معروفة هاي الطلابي. he played football yesterday. اوكي لعب كرة قدم امس. اوكي فعل شاذ for example he went. went فعل مال go، ماضي مال go. he went to school، هو راح للمدرسة. اوكي ذني اريد اسوي النفي. في حالة النفي نضع اداة النفي منية نوت. اوكي هاي هنا مكتوبة عندي. في حالة النفي جملة الماضي البسيط نضع أداة النفي من هي نوت. وين أخليها؟ على الفعل المساعد did، لتكون didn't، ونرجع الفعل إلى أصله إذا كان شاذ وتحذف الإيدي من الفعل. for example سارة enjoyed، شنو عندي هنا بيها؟ إيدي ماضي. وقال لي نيجاتيف أقول سارة didn't وأشيل الإيدي يصير enjoy. هاي أحمد sent. sent معنى رسالة، a letter
وكمل الجملة. ريدنا في نقول أحمد didn't send. فsend ماضيها sent فقط. يختلف التي من ترجع لأصلها ترجع تي. هاي السؤال هنا ما راح نحتاجه السؤال. نجي للماضي المستمر اللي هو present continuous. ضروري جدا أعرف العناوين مالته. present continuous الماضي المستمر طبعا عندنا فاعل هي شي ات اي الحد اللي هنا ياخذن was. هذا نسميه فعل مساعد. اما هاي الاي ان جي كلها موجوده بها ونسميها استمراريه. اي ان جي تدل على الاستمراريه. من يدل على زمن الجمله؟ الفعل. اوكي يو تاخذ وير وي وير والذي وير وايضا زائد فعل باستمراريه. في حاله النفي نضع اداه النفي نوت على الفعل المساعد اما was او were. He wasn't, she wasn't, it wasn't, I wasn't, you weren't, we weren't, they weren't. تمام؟ لازم يكون بفعل مساعد وفعل B-I-N-G دل على الاستمرارية. راح نجي هنا نحل الوزاريات مالته. قبل لا نحل الوزاريات عندنا احنا هنا يريد من عندنا نربط الماضي البسيط بالماضي المستمر. شلون اربطه؟ عندي ادوات ربط وين والاند والاز والوايل. ايش قد ذن؟ اربعه بعين العدو. عندي الاز والو او الوين والاند. الوين والاند يجيني وراهن شنو؟ تحفظها هاي ماضي بسيط. الوين والاند يجيني بعدها ماضي بسيط. اوكي قبلها يجيني ماضي مستمر. انت تحفظ بس ما بعدها. الوين والاند يجيني بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط هاي وين هنا اجاني ماضي بسيط بي ايدي. اوكي طبعا الاند ما تجيني بدايه الجمله. الوين ممكن تجيني بدايه الجمله وايضا شنو يجيني بعدها ماضي بسيط. هاي هي. عندي الاز والوايل او الوايل والاز استخدامهن بالعكس. اوكي از والوايل يجيني بعدهن ماضي مستمر يكون أداة الربط. ممكن يكون بداية الجملة كلش طبيعي ممكن. هسا هاي وايل جتني بداية الجملة بس وراء شين إجاني وايل علي was having a shower إجاني ماضي مستمر. أوكي روح حل وزاري هي روح ليش لا. أوكي عندنا ذن جمل محلولة. عندي هذا أسئلة وزارية كلش هواي علي. هاي أسئلة وزارية وقفوا الشاشة وحلوهن. اللي ما يعرف يحلهن وعنده مشكلة بيهن يراسلني عادي. هاي أيضا أسئلة وزارية والأغلب الأسئلة تكون متكررة. تمام طبعا راح نحل منهن بس أريدك تنتبه للشغلة. العنوان بالوزارة شين ينطيني؟ قال لي بوت. بوت معناها ضع. ون فيرب فعل واحد إن the past continuous بمن؟ الماضي المستمر. and when واحد وين؟ بالماضي البسيط. يعني يريد واحد بالماضي المستمر واحد بالماضي البسيط. يعني شو اسوي؟ يريدني اربط له باداة ربط. نحل التمرين هذا وهاي عليكم الاسئله راح تكون. اولا منطيني I think بين قوسين about you and. شنو منطيني اداة الربط؟ and. then you ring me. جاي 2020. المطلب ماله هنا يجي من قوسين but when verb in past simple and when verb in past continuous. هذا يجيني هنا. يعني يريد واحد بالماضي البسيط واحد بالماضي المستمر. اوكي انا لقيت من ينطيني هالمطلب لازم عنده ادوات ربط. لقيت اداه الربط and. شنو يجي بعدها؟ ماضي يا ماضي بسيط وقبلها ماضي مستمر. فاجي اشتغل. طبعا هو هذا يعتمد على الحدث الاول والحدث الثاني بس طلاب نحن نريد نختصرها لكم من الأخير. I was thinking about you. كنت أفكر بيك. And then you rang me. وانت اتصلت بي. يعني أنا كنت مستمر بالتفكير بيك وانت خابرتني. اثنين while وين جتني؟ بداية الجملة. while علي مطيني هاف بين قوسين
مطين شاور somebody knock at the door وقال لي خلي لي فعل واحد بالماضي البسيط وفعل بالماضي المستمر. while اقول وراها ماضي مستمر ماضي مستمر هاي الوايل. خلالي كوم هنا بعتها ماضي بسيط فالنك بس نخليها ايدي تصير نك. اوكي ثلاثة I clean my room كنت انظف بغرفتي and find 30 دولار طبعا هنا 30 دولار under my bed 30 دولار تحت سريري. اوكي شنو لقيت اداة ربط and بعتها شنو يجيني ماضي بسيط فاكيد قبلها شنو ماضي مستمر. اقول I was cleaning my room كنت انظف بغرفتي and I found 30 هنا يورو مساع دولار هنا يورو 30 يورو under my bed بس هذا الفعل وهذا الفعل. اوكي لوك لي شريفة not to drive very fast طبعا محلولة هاي عندي وين وراها ماضي بسيط فرن سير ران وهنا سير واز وعندي نوت سير وازنت درايف تحذف الاي وضيف اي ان جي حتى هنا الهاف هم انحذفت وضفنا اي ان جي تمام. الثيف توك اور كلوز اللص اخذ ملابسنا واير شنو بعدها يجيني ماضي مستمر وي تاخذ وير swim سير swimming طبعا بالمناسبة مثلا وهنا شنو يصير خلينا نحل هاي وبعدين نرجع نحكي المناسبة. A thief take sir talk okay our clothes نوصل while هاي نحلل. هنا عندي يجيني فقط فعل واحد الصحيح يعني هنا شوف هنا الجملة ما بيها مشكلة قال لي بس correct. أنا شلون أصحح هاي الجملة؟ أجباع هنا قال لي بس كوركت شلون أصححها؟ أجي أباوع بلاي أو خالد بلاي فوتبول عندي شنو أداة ربط وين؟ وعندي هذا الفعل هذا لازم أعرفه بالماضي يا ماضي هذا أكيد الماضي البسيط ما دام ورا الوين ماضي بسيط فالقبل يصير مستمر فيقول خالد أقدر أقول he was play سير playing بس هذا حاله. هنا swim منطيني وهنا منطيني took بالماضي أكيد الاز وراها مستمر فصير we swim طبعا swim راح نضاعف الام ونضيف ing ليش إذا انتهى الفعل بحرف صحيح قبل حرف علة يضاعف ونخلي ing. أوكي والبقية عليكم حلوهن حاولوا تحلونهن أي مشكلة أنا موجود راسلوني. هنا نجي هذا اختيارات عليها أساس اختار عندي أداة ربط وين عندي فعل ماضي يا ماضي مستمر فهنا راح يكون ماضي بسيط وين الماضي البسيط broke. أوكي we were speeding ماضي يا ماضي مستمر عندي وين ورا ماضي بسيط سي لو ساو لو سين أكيد ساو. She cut her hand. She was chopping. ناخذ وايل لوين. اوكي الجملة هنا الثانية ماضي مستمر. فرح ناخذ لها وايل. هنا as لو and اكيد هاي الرانج ماضي بسيط. فبالماضي البسيط ناخذ and. اوكي نجي لهذا الموضوع بسيط جدا وسهل. اللي هو اضافة ايدي للصفة او ing للصفة شو وقت اضيف ايدي وشو وقت اضيف ing للصفة. نجي نشوف النقاط. اولا اذا كان الفاعل عاقل فاعل عاقل وجانب بداية الجملة هو صاحب الشعور راح اخلي ايدي مثلا I am I انا عاقل شنو خليت هنا ايدي am excited خليت ايدي. اذا بدأت الجملة بإت جملة بادية بإت أو ما يشير إليه مثل كار فيلم بوك ستوري هنا راح أخلي الصفة التي تنتهي ING. أوكي مثلا the book كتاب is very boring فهذا غير عاقل شنو خلينا هنا ING.
أوكي. إذا أتى اسم بعد الصفة أي بعد الفراغ أو الاختيارات نختار ing. هذا طبعا راح يجين بين قوسين. هذا هنا إذا أجاني اسم وراء القوس راح اختار ing حتى إذا كان الفاعل عاقل أو غير عاقل. أوكي. أربعة إذا شفت إن بعد الصفات من الإيدي والING راح أختار إيدي، لأنه راح تجين اختيار باع الاختيارات وراهن إن أخلي إيدي. أوكي. أباع الاختيارات وراهن اسم أخلي ING. هاي هي خلاص. أوكي. هسا نحل الوزاريات مالتهن ونشوف موضوع جدا سهل. أوكي. أول وحدة I saw، أنا رأيت، جيت ورا القوس اختيار هذا أو هذا، شنو لقيت اسم، فهنا شنو راح اختار ING. I saw a very، أنا شاهدت، شنو شاهدت أنت، فيلم، فالفيلم هو مسبب الشعور راح يأخذ ING، يعتبر غير عاقل. The film، فيلم من بدايته هذا غير عاقل. Was so bored لو boring، لا boring. This book هنا غير عاقل هذا الكتاب، فراح ياخذ ing من بدايته. I أو it sorry it was هنا عندي اسم، بس شفت هاي اسم راح أخذ writing، وأصلا هو هذا هم غير عاقل. أوكي. The children عاقل أو غير عاقل؟ عاقل، فأخذت إيدي. The children were very frightened، كانوا مروعين أو خايفين. هاي شوية بيها لخبطة لكم. تسعة. What is the most excited لو exciting thing؟ think هنا هم تعتبر اسم، اسم للشيء، اسم إشارة للشيء، فرح ناخذ exciting. أوكي. 18. هي راح ياخذ excited، لأن عندي إن وأصلا بالأصل هو هنا عاقل. إن شاء الله يكون سهل، بسيط جدا هذا الموضوع. أوكي. نتحول موضوع آخر اللي هم أضافة فل وفلي. شو وقت أضيف فل للصفة وشو وقت أضيف فلي للأدفير. الصفة طبعا الاسم حتى حوله إلى صفة شنو أضيف له؟ فلي. أوكي. أو فل هتحول الصفة إلى ظرف أخلي لها ly فل يصير. تمام. مثل use useful مفيد، usefully بفائدة، beauty جمال، beautiful جميل، beautifully بجمال. هنا شو وقت استخدمهن؟ طبعا هذا مرة يجيني إملاءات مثل هذا وهم راح نشرحها، مرة يجيني لا هنا شلون اختار، ايضا يجين اختيارات. شوف هنا يجين اختيارات هذا او هذا، هذا او هذا اختيارات. وين يجيني؟ يجيني question 2 فرع B. اوكي. اجي اباع للجملة المطين ياها، اكيد ذني راح يطينيها بين قوسين، ام الفل والفلي راح يطينيها بين قوسين حتى اعرف شنو اختار. اشوف هذا الفعل، إذا عندي فعل كينونة، شنو فعل كينونة؟ فعل كينونة اللي هو بي ينقسم إلى is am are. أوكي. بالماضي was where. إذا شفت then، إذا شفت then أوكي، وهنا عندي اسم راح أختار من ال y. شفت فعل كينونة؟ أقول 80% أروح مع من؟ مع الـ ly 80%، 20% المن هسه اجي لكم. جملة ثانية، شفت فعل كينونة is وبالأخير ماكو كلمة بعد، بس هاي فل أو فلي وسد للقوس، راح اختار أم الفل. أوكي. نقطة ثلاثة، بس شفت together، هاي كلمة together بس أشوفها مباشر اختار فلي. بعد he drives ومطيني careful لو carefully. so it drives مو فعل كينونة، فعل حركي، فأكيد راح اختار
مو ال واي. عندي فعل كينونه؟ لا ما عندي. هنا عندي فعل كينونه؟ لا ما عندي. فشنو اختاريت؟ هم ال واي. اوكي نجي هنا قلت لكم بيه هذا فعل كينونه. اوكي بس بنهايه الجمله شنو عندي؟ عندي فعل، فهذا الفعل اقوى هو المقصود. طبعا هنا شنو عندي؟ عندي صفه تعرف لي الاسم والظرف يعرف لي الفعل. هسه هنا اريد اعرف الفعل beautifully، هذا عرف لي الفعل. صدق عندي فعل كينونه هنا بس عندي فعل رئيسي هنا، فانا الفعل الرئيسي هو الاقوى صاحب المعنى. راح ناخذ وزاريات نحلهن ونشوف ان شاء الله تكون سهله عندكم. اوكي وي هوب ذات وي كان ليف. اوكي كل الجمله بها فعل كينونه ما بها فعل كينونه، عندي هذا اختيار وهذا اختيار. عندي هنا شنو؟ توجذر، هاي كيلة عوفة. شفت توجذر بدون ما تباوع، توجذر راح تاخذ ام ال واي. peacefully we hope that we can live peacefully، نحن نأمل العيش بسلام سوية. this film عندي is، بس اجيت وين؟ نهاية الجملة شنو لقيت؟ direct يعني فعل، لقيت فعل، فالفعل هنا اقوى من هذا، راح ياخذ هاي الجملة أو هاي الكلمة سوري مال ال واي. wonderfully the film is wonderfully direct، أخرج الفيلم بشكل رائع. we all dream، dream نحلم فعل، عندي فعل كينونة هنا؟ لا ما عندي فعل كينونة، فأكيد راح أخذ هم ال ال واي peacefully. شوف ما عندي فعل كينونة. the story was، هنا عندي فعل كينونة، عندي كلمة بالأخير؟ لا ما عندي، فأكيد راح أخذ full مو من الـ ly بدون الـ ly full. he drives the car، عندي فعل كينونة؟ لا ما عندي، فراح أختار carefully أم الـ ly. سارة أوكي عندي فعل كينونة بالجملة؟ ما عندي، فراح حتى بدون ترجمة، بس أهم شيء أعرف فعل كينونة اللي هو أما is أو am أو are أو was أو where. إذا لقيت إنذن بالجملة أتأنى شوية، أروح أشيك بعد الأقواس شلون هذا لقيته، بس رحت لبعد الأقواس لقيت فعل. أوكي هنا لقيته وما لقيت شيء ورا الأقواس، أكيد أخذت أم الفول. هاي نفسها حليناها. عندي كلمة together اشرحها عليه، هاي عليكم. عندي كلمة together أوكي this is wonderful لو wonderful film، فيلم هذا اسم، بما أن اسم مش راح أخذ wonderful أم الفل. ليش؟ لأن عندي فعل كينونة هنا، أيضا عندي فعل كينونة هنا بس راح أختار هاي أم الفلي. ليش؟ لأن هذا فعل عندي. this picture was beautiful، ما عندي أي كلمة بالأخير. أوكي نجي هنا هذا spelling اللي هو يجيني السؤال الثالث فرع سي، ينطيني كلمة ميرسي يلي صايرة ميرسيفول. طبعا هذا شو مسوي؟ قالب الواي الى اي وضايف فول. pain شو اضيف لها؟ اكيد اضيفت pain full الم. excite صايرة exciting، peace شو يصير؟ peaceful. attract صايرة attractive، هذا تحفظونهم. delight delightful. pain painful، peace أكيد peaceful. أوكي هاي مهمة شوية بها ترجمة وقراءة. the adjective الصفة معناها of delightful، صفة لهاي الكلمة delightful is delight sorry صير delightful. the adverb، adverb معناتها الظرف. of peaceful الظرف لل peaceful يصير peacefully. وهاي البقية عليكم. اوكي هذا ما متوارد وزاري، هذا الموضوع هنا موضوع بسيط جدا وعلي درجة. اوكي هذا الموضوع تمام. هذا الموضوع فكرته شنو؟
عندي افعال نسميها افعال مركبه واخذناها الافعال المركبه. شنو افعال مركبه؟ افعال المركبه متكونه من فعل وحرف جر. الافعال المركبه متكونه من فعل يتكون الفعل المركب يتكون من حرف جر وفعل، وقد يتغير المعنى وما لنا علاقه به. مثلا give فعل، خليت ويا حرف جر صار give up يترك، given يتنازل، give out pick up take off. هاي نسميها افعال مركبه. افعال مركبه شو نقصد بها هنا؟ من اريد اكون الجمله، من اريد اكون جمله اكونها من فاعل زائد فعل زائد مفعول به. هذا المفعول به هنا اللي راح نحكي عليه، وهو هذا الموضوع كله مقصود على المفعول به. مفعول به عندي نوعين، اما يكون اسم او ضمير. شنو ضمير المفعول به؟ ضمير المفعول به مي، يو، ات، ذم، هم، و ها. ذني ضمائر المفعول به، او اسم اي اسم، مثلا كار، شوز، دور، تي في، هذا اي اسم. فهذا هنا احنا مو عندنا فعل، فعل مركب يعني فعل زائد حرف جر. هذا اني كلهن وين يجن؟ يجن هنا بالنص، بنصهن. مثل هذا فعل مفعول به زائد حرف جر، فعل مفعول به زائد حرف جر. اما الاسم اريد اخليه بالنص صح او اريد اخليه بعد حرف الجر هم راح يكون صح. بس شلون يجيني بالوزاري؟ بهالطريقه يجيني بالوزاري. هذه وزاريات. اوكي، مطيني هاي الجمله، جمله اولى مطيني حكي هواي بالمطلب، اهم شيء قال لي put in the correct order. بس اشوف هاي الكلمه order معناتها ترتيب، ترتيب الصحيح. correct order ترتيب الصحيح. اوكي، هذا عندي فعل وعندي حرف جر وعندي مفعول به، من راح يجي بالبدايه؟ اكيد الفعل take، وراح يجي بعده ضروري هذا المفعول به، وراح يجيني حرف الجر بعده take it up. نجي للثانيه منا throw away it، وقال لي put in order، order يعني خليه بالشكل الصحيح. اوكي، ثرو اللي هو الفعل ينزل، او حرف جر، فالمفعول بيت وورا نزل او اللي هو حرف الجر. هنا مطيني I have already turned on it. لو turned it on، turned اللي هو فعل، it مفعول به وحرف جر، فهذه راح تكون الجواب الصح. اوكي، turned on it يقول لي صححها، نفس هاي يصير turn it on. هاي هنا عندي 1 2 3 4، هذا فاعل، اكيد الفاعل يجيني في بداية، طبعا هاي جملة منها راح تصير فاعل، و talk them up. هاي الساونات اللي جاي بيه ما يحتاج تكتب الجملة كلها، فقط المطلب. must smoker take up it، تصير take it up. هاي عليكم، هاي عليكم، هاي عليكم، هاي يلا خليها علي. تصير turn، تريد تكتب هاي عادي I'll turn it down. خلنا ناخذ اسم هنا، خلنا ناخذها باسم، باسم مثلا the music. هنا اقدر اقول turn the music down، او اقول turn down the music.
هذا بالنسبة هذا بالنسبة للاسم. أما يكون بالنص ما عندنا مشكلة أو يكون بعد حرف الجر هم ما عندنا مشكلة فيه. هسه راح نروح الموضوع أيضا سهل جدا. هذا الموضوع إضافات تعني نوت، يعني شلون ننفي الكلمة. مثلا هابي نخلي لها إن، صارت إن هابي، سعيد غير سعيد، يوجوال معتاد صير إن يوجوال، فورتشنت خلينا لإن صارت إن فورتشنت. بس هاي قالك لا أكو شاذات، وبالشاذات هم أكو شاذات. مثلا إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف A C D E نضيف لها في بداية الجملة N، مثل correct صير in correct، direct صير in direct. تحفظ بالذني الأحرف يجي بداية الجملة، فنبدأ بهن N. أوكي، نجي عندنا شواذ هنا. able ما نقول له باد يبي من بأي من هاي المجموعة، بس هنا عندي شاذة نقول له enable. certain أيضا باد يب هذا حرف، بس نقول له in certain. countable باد يب حرف C، بس نقول له in countable. ذني شواذ، والشواذ دائما مهمة. أما إذا كانت صفة تبدأ بالحرفين B و M شو نسوي؟ راح نخلي المقطع I am، مثل moral أخلاقي يصير immoral، perfect imperfect، polite impolite. أوكي، يعني هاي عكسها، مثل أخلاقي غير أخلاقي، perfect مثالي غير مثالي، polite مهذب غير مهذب. أيضا عندنا بها شواذ، مثل pleasant يصير in pleasant، ودائما يجيبون in then. popular يصير in popular. أربعة، إذا كانت صفة تبدأ بالمقطع I فنضيف إلها IL، مثل legal قانوني يصير illegal، locally illocally. إذا كانت صفة تبدأ بالمقطع R نضيف إلها IR، مثل regular يصير irregular، responsible يصير irresponsible. أوكي، وهاي البقن عليكم وزاريات حلوهم. أوكي، عندنا هذا الموضوع، هذا الموضوع مهم. وين يجيني؟ يجيني question 2 فرع A. هذا نسميه جمل أمرية، imperative sentence. أوكي، شلون يجيني بالوزاري؟ يجيني بهالطريقة هاي، يعطيني جملة وقال لي write، اكتب sentence with imperative sentence. imperative معناته أمرية، الجملة الأمرية تبدأ بفعل رئيسي. أوكي، منين أجيب هاي الجمل؟ نجيبهن منا. مثلا نقطة 2، get them test once a year، قال لي use in imperative to give advice، استخدم لي imperative أمرية حتى تنطيني advice نصيحة. اوكي، هاي منين اجيب حلها؟ هنا شوف نقطة 9، give them test once a year، هذا هنا يقول لي look after your eyes، look after your eyes، فهاي تحفظ هنا. راح اقراها لكم على السريع. in average ينطيني اياها of 8 hours، اقول لك get enough sleep، اخذ قسط من الراحة. make sure you eat plenty of fresh fruit and vegetable، eat balanced diet، كل نظام غذائي متوازن. بس اشوف plenty of fresh fruit and vegetable، اجيب له 8 مثل سقاطات، هاي ممكن تجيني سقاطات ممكن تجيني. it is the most important، من المهم، او it is what is most important meal، وجبة مهمة، of a day، من هي الوجبة المهمة؟ never miss breakfast، لا تهمل وجبة الإفطار. أربعة، a daily، do sport three times، sport three times،
يعني ثلاث مرات مارس الرياضة. Take exercise every day. Take exercise every day. خذ رياضة يوميا. Okay. Drink plenty of water. من أشوف at least liter. At least liter and have every day. Tea, coffee and soft. Drinks are not water. من أشوف هاي هنا كلمة water. أكيد أقول له drink plenty of water. خذ أو اشرب الشيء الكافي من الماء. ستة. See the dentist. روح طبيب الأسنان. For regular check-up. إلى زر طبيب الأسنان بانتظام لتفحص أسنانك. And brush your teeth 3 times a day. من أشوف brush your teeth 3 times a day. نظف أسنانك. Teeth أسنان. أكيد راح أجيب له مال الأسنان. Dentist. اوكي. سبعة. Tea is better for your heart. الشاي مناسب الى قلبك. هنا اقول له don't drink too much coffee. لا تشرب كثير من القهوة. الشاي افضل لقلبك. اسم الله على قلبك. ثمانية. Don't smoke. لا تدخن. فمن اشوف if you do ask a doctor. إذا سويتها ask a doctor for help with giving up. Giving it up بمعنى تخلص منها أو الإقلاع عنها. ف don't smoke. تسعة. Look after your eyes. اعتني بعيونك. Give them test once a year. انطيهم أو سوي لهم فحص مرة واحدة بالسنة. Be safe when you travel. كن بأمان when you travel. Make sure you are up date with vaccines. من اشوف كلمة vaccines اقول له be safe when you travel. من بتسافر خذ وياك لقاحات او اعتني باللقاحات. اوكي. اوكي. نجي الموضوع هم بسيط جدا. ايش طلعت هاي كلها بسيط؟ كلها بسيط. الوحدة الاولى بسيطة ما بيها شيء صعب. اوكي. نجي الموضوع اللي هو الكاونتبل اند انكاونتبل. المعدود او الغير معدود. هذا شلون يجيني؟ خلنا اراوكم شلون يجيني بالوزاري. يجيني بهالطريقه هاي. تشوفون هاي الوزاريات؟ هاي الوزاريات. يجيني اختيارات. شلون اختار الكلمه الصح؟ طبعا علي 2 degree. يجيني السؤال الثاني هو فرع بي وعلي درجتين. اوكي. عندي اسم معدود وعندي اسم غير معدود. اوكي. مع المعدود استخدم ماني و افيو. افيو للقليل والماني للكثير. مع الغير معدود استخدم ماتش او ليتل. ماتش للكثير وليتل للقليل. زين انا شلون اعرف اسم معدود او الاسم غير معدود؟ هنا الاسم. عندي اسماء اذا اسم بي اس اس الجمع هذا معدود. أو مثلاً جمع شاذ. مثلاً عندي child هذا جمع شاذ. الجمع مالته ما بي اس بس children. person شخص. أوكي. جمع مالته people ما بي اس بس جمع. نسميه جمع شاذ. أو book books school schools. هاي هي. أما الاسم الغير معدود أنا لازم أعرفه. مثلاً water tea milk raise money bread information advice language work sleep help time space fruit salt medicine. هاي كلها اسماء غير معدودة. طبعا بعد عندي exercise هم ايضا تجين معدود وغير معدود. time يجيني مرة معدود ومرة غير معدود. هسه نعرف شو وقت. money معدود وغير معدود. اوكي. بما انه تجين اختيارات خل نروح نحل الاختيارات الوزارية مالته. اوكي. نجي هنا there isn't. هناك لا يوجد. طبعا هنا جايب الاثنين هن بالغير المعدود. اثنين هن. هاي ممكن وهاي ممكن. ليش؟ لان هاي الكلمة سبيس معناها فضاء. فالفضاء غير معدود. سبيس هاي الكلمة غير معدود. خلوا ببالكم. There isn't much sorry a little low much space to put your stuff. ماكو مكان.
هنا صير ما كل كثير من المكان أن تخلي فمن أشو من ألقينا فيه راح أخذ ماتش. إذا أجن اثنينهن للمعدود أو اثنينهن للغير المعدود فأقول there isn't much، هناك ماكو space، ماكو مكان. ما أقول there is a little، ماكو مكان شوية، لا ماكو مكان واي حتى تخلي غراضك. اثنين how much no money exercise، exercise هاي مرة تجيني معدود ومرة غير معدود. شو وقت تجيني معدود؟ إذا كانت بها S، هسا ما بها S فراح تكون غير معدود فراح تصير much. exercise هنا مقصود بها التمارين الرياضية، والexercise الثانية أم S مقصود بها تمارين كتاب. ثلاثة much no money، sorry how much no money، money money فلوس، فلوس غير معدود فراح أخذ much، هاي غير معدود الماني غير معدود. how much no money apples من بينه بها S راح أخذ money. how much no money time، time وقت غير معدود فراح أخذ much. we need a little a few butter for the cake، لا هذا البتر زبدة والزبدة غير معدود فيعتبر a little. I don't think I can find my parking place. There isn't much no money space. There isn't money. ليش لأن غير معدود هاي الكلمة؟ فباع للكلمة بعد الفراغ. إذا غير معدود أخذ much، معدود أخذ money. How much no money meals؟ S معدود راح أخذ money. How much no money time؟ أخذ much. ليش لأن تايم غير معدود. you have to wait a few a little minutes، minutes دقائق، دقيقة دقيقتين ثلاثة معدود a few minutes. 11 people معدود لو غير معدود، معدود فراح أخذ money. fruit معدود لو غير معدود، fruit غير معدود فراح أخذ a little. okay times bs معدود لو غير معدود، ما دام bs هنا معدود، هنا وين الساعة تايم اجتني وين راحت؟ هاي تايم بدون اس خذنا لها ماتش، هاي تايم بها اس راح ناخذ لها افيو للمعدود. اورز بها اس راح ناخذ بني. ذير ازنت اورنج جوس، اورنج جوس عصير برتقال، عصير غير معدود ناخذ اليتل. اوكي وهاي باقية عليكم. تمام نجي لهذا الموضوع مال يوز 2. اوكي عندنا اليوز 2، يوز 2 شلون نضيف الفعل؟ طبعا يوز 2 معناها اعتاد على، اليوز 2 معناها اعتاد على. تجيني مثلا فاعل يوز 2 وراء فعل يكون مصدر، فاعل يوز 2 وراء فعل يكون مصدر. اوكي في حالة النفي يصير didn't باعتبارها ماضي، يوزد بها ايدي didn't واليوز تحذف منها الدي فصير فاعل didn't use to وأيضا فعل مجرد. people didn't use to travel، هاي خلاص. I used to smoke. اوكي نجي ناخذ وزاريات مالته هنا، شوفوا شلون جاي بالوزاريات. اوكي he not buy American Armenian sorry close، هو لم يشتري ملابس الامريكيه. قال لي يوز استخدم، هاي معناها used to استخدم used to. هي تنزل اجيب اليوز تو بعته used to، لم هو لم يعتاد او اعتاد على، سوري هنا اعتاد على. اوكي انا ما انتبهت للنوت نفيتها بس اوكي. هي تنزل شنو عندي هنا نوت، فهي used to اقول didn't، ليش لان ماضي didn't use to وراها الباي هذا الفعل ينزل نفسه، ما دام بين قوسين فالفعل راح يكون مصدر. cities، cities جمع لمفرد ما لنا علاقه به. اوكي نوت بي بولوتد،
قال استخدم used to انزل cities اوكي بها نوت فاقول didn't في حالة نفي ال used to اخليها didn't حالة النفي didn't واحذف ال ed منها هاي مو بها ed فاحذفها صير didn't use to be هاي وانزل تكملة الجملة you work you go to work مطيني يريث السؤال اوكي يوستو في حال السؤال نضع الفعل المساعد did في بداية الجملة وايضا نحذف ال ed من ال use did you use بعدين نجيبها to وانزل هاي الجملة كلها go to work وخلي question مارك ليش في حالة سؤال شو نسوي ما شرحت أنا في حالة سؤال نضع الفعل المساعد did في بداية الجملة وأيضا نحذف ال دي did they use to live okay girls go to school قال استخدم use to girls تنزل نفسها girls use تو هذا مكانها الأصلي إذا أردن فيه أنزل النفي هنا ورا تو أنزل هذا الحكي go to school يقول لم يكن أو لم يعتادن البنات على الذهاب إلى المدرسة she wear glasses but now عندي she has contact lines قال استخدم use to أقول she used to where تنزل نفسها أكمل الجملة ما عندي أي مشكلة بها I have وعندي cut هنا قال استخدم used to أول ما أستخدم used to بهاي الجملة he used to have كملت الجملة but now مضارع now مضارع his wife مفرد الفاعل مفرد بمعنى هسه كت خليله كاتس مضارع الجملة هاي صارت مضارع بسيط I have a bicycle but someone steal هسه نجيها وقال استخدم used to I used to have فعل هذا نفسه ينزل مجرد كمل وصلت someone but someone الجملة الثانية steal it last week ماضي فهذا الفعل شي يصير بالماضي يصير stole someone stole it وكمل الجملة she not be so thin used to أقول she بما أنها not استخدم لها didn't نضع فعل المساعد نضع أداة النفي not على الفعل المساعد did ونزل use وخلي to وهذا جيبه ونزله هنا على الفعل أوكي okay. he أيضا طبعا كل المطلب هنا يقول استخدم used to he used to بدون ترجمة جاي نحل like I used to travel I used to like sorry فعل like هذا ينزل like وكمل الجملة هذا used to اوكي عندنا used to مع المقارنة هذا موضوع كلش طويل وكلش يعني راد له شوية خلق قبل لا نبدي هاي الصفحة وقف الصورة وقروها مهمة جدا شلون اضيف الاي ار شلون اضيف الاي ار تمام بيها درجتين من الطول للطول كلها تقرون اوكي ما يحتاج نطول بيها هنا حتى اضيف اسوي مقارنه اسم الاول is لو ام لو ار زائد الصفه شنو بيها اي ار then ورا then
اخلي يوز تو بي مما كانت عليه. هنا المقارنه عندي بين الحاضر والماضي. مثلا my house is bigger، بيتي اكبر، than ورد than معناها من، it used to be مما كان عليه، هاي معناها مما كان عليه. تمام اوكي. اثنين ايضا الاسم الاول is لو am لو are، بس هنا عندي more. شو وقت اذا كانت الصفة اكثر من مقطع؟ إذا كانت الصفة تحتوي على أكثر من مقطع ما أخلي ER للصفة، أخلي more. طبعا هنا شنو خلينا؟ خلينا ER للصفة، بس هنا خلينا قبلها more. شو وقت إذا كانت الصفة أكثر من مقطع وتكون أيضا أكيد مجردة؟ doctors are more expensive. شلون أعرف الصفة أكثر من مقطع؟ أحسب 1 2 3 ثلاث مقاطع، أحسب عدد حروف العلة بين الأحرف الصحيحة كم مقطع. هي إذا كان حرفين خلاص تعتبر من مقطعين، بس بين الأحرف الصحيحة يعني بين هذا بين هذا وهذا، مو مثل beautiful. beauty هذا يعتبر مقطع واحد، هذا حرف صحيح وهذا حرف صحيح وذين كلين حرف علة فيعتبر مقطع واحد. أوكي هذا مقارنة تحتوي على أكثر من مقطع من خلال عدد حروف العلة في الكلمة. أوكي عندي مقارنة مع used to as as. as as أول شيء لازم تكون منفية، أما isn't أو aren't نخلي الاز، نخلي الاز الثانية والصفة بنص تكون مجردة. مثلا life isn't as easy as، هاي الصفة مجردة. it used to be. towns are not as as بنص small they used to be. والذي إن من ترجع للجمع مال هاي. أوكي نجي نحل هنا كم نقطة وزارية عليها. then streets clean use then استخدم then. then مع منو؟ مع المقارنة. in compare compare بالمقارنة. life today حياة اليوم with life 15 years ago ما حياة قبل 50 سنة. قبل 50 سنة استخدمنا used to. فأقول streets اوكي جمع لو مفرد جمع راح اقول ار ستريت ار. اوكي كلين يصير كلي كلينر. انتبه هذا حرف عله وهذا حرف عله، بس اثنين هنا بنص حرف بحرف صحيحه ما راح يكون من مقطعين، راح يكون مقطع واحد فضيف لنا اي ار. ستريت ار كلينر ذان. اوكي هذا جمع لو مفرد جمع، فنقول هنا they used to be. اوكي towns ايضا جمع، towns are يريد بي من بالذان are small smaller. towns المدن are smaller اصغر than معناتها من they used to be. وليش ذي؟ لأن هذا جمع. نجي هنا للاختيارات. doctors are good لو better. هنا راح نختار لها better. ليش؟ حسب هذه الجملة. عندي then معناتها مقارنة، وهاي then معناها من للمقارنة. فنختار better ما نختار. فهنا الجود بالمقارنة تصير بيتر. شلون عرفتها مقارنة؟ عرفتها من ذان. لايف از فاست لو فاستر ذان. ذان معناها من او للمقارنة فتصير فاستر.
than it used to be. Doctors aren't as عندي as بنص الصفة تكون مجردة. Films aren't as بنص الصفة تكون مجردة. Life isn't as مطيني هذا شنو اختار؟ اكيد الصفة المجردة. Life fast اقول life is faster. ليش يريته use than؟ استخدم than مقارنة مع الحياة مع 20 سنة. Life is faster than it used to be. هذا اوكي. تقريبا غطينا كل المواضيع. هذه اسقاطات، هذا شرحناه وهذا شرحناه. كل المواضيع هاي اسقاطات ايضا. العفو هذه ملاءات، هاي اسقاطات. وعنده هذا التمرين مهم، هذا يجينا ماتش وصل هاي الكلمة لهاي الكلمة، هذا مهم ايضا. اللي هنا تقريبا غطينا كل مادة الوحدة الاولى. ان شاء الله تظرونا بالوحدة الثانية قريبا ان شاء الله.